نصنا النهاردة كومبالسما لإيليا بوماضي، شاعر لبناني ولد ده 1891، وبعد كده انتقل للإسكندرية، قعد 8 سنوات ثم هاجر إلى إلى أمريكا، وتوفي 1957. وبعد كده الدواوين بتاعته ممكن نبقى ناخد اسم الديوانين كفاية: الخمائل، الجداول، وعندي كمان الايه تذكار الماضي. طب نشوف بقى اول فقرة او اول بيتين بيتكلموا على الفكرة اللي هي الاحسان دون مقابل. الشاعر بيقول ايه: قم بلسما ان صار دهرك ارقم، وحلاوة ان صار غيرك علقمة، احسن وان لم تجزى حتى بالثنا، اي الجزاء الغيث يبغي ان هم. قم بلسما، زي ما احنا شايفين ده اسلوب امر، الشاعر بيدعو، طبعا اسلوب امر الغرض منه الدعوة الى الاحسان دون مقابل والعطاء والمحبة للاخرين. فكن بلسما هنا، بلسما بمال المعنى بتاعها غير المراد، المعنى الدواء الشافي، المراد منها اي تكون دائما متفائلا معطاء محبا للناس، حتى ولو كان الانسان ده بيمر بمصاعب ومشاكل و صعاب في حياته، لابد أن يكون دائما متفائلا. تفاءلوا ولا تشاءموا. فبيقول هنا الشاعر: كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، حتى ولو ظهرك الوقت أو الزمن اللي أنت عايش فيه أرقما. معنى كلمة أرقم وهي نوع من أخبث الحيات، نوع من أخبث الثعابين يعني، معايا؟ والمقصود بيها أرقم هنا الصعاب والمشاكل اللي ممكن تمر في حياتك، ولو كان فيها مليئة بالقسوة والصعاب الايه القوية، انت برضو هتعديها بالايه بالمحبة والعطاء والتفاؤل. وده طبعا ده من الإيمان، الإنسان المتفائل ده يبقى إنسان مؤمن. فالشاعر بيدعو لهذا: كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. طيب حلاوة هنا برضو نفس المعنى، ان انت تكون الانسان المتفائل هيكون انسان طبيعي محب للاخرين، فبالتالي هيكون متسامح. فحلاوة يعني دائما كن متسامحا، في عندك سماحة في المعاملة مع الناس، ومتسامح حتى ولو اللي قدامك ان صار غيرك علقما. يعني اللي قدامك بيبقى كلمة علقم بمعنى هو نبات مر المذاق، فلو كان اللي قدامك ده المقصود بيه هنا عدو او انسان حاقد او كاره او بيبغضك او حاسد كمان معايا، فمهما كان ده لازم تكون ايه متسامح. مقصود بحلاوة انسان محب للاخرين ومتسامح معايا. يبقى هنا برضو بيدعو لإيه؟ إن أنت دايما تكون معطاء محبا دون إيه؟ دون مقابل، حتى ولو كان في صعاب قدامك في حياتك، أو في قدامك ناس بتعاملهم اللي أنت بتسامحهم دولت يكونوا أعداء أو كارهين. أحسن برضو هنا أسلوب أمر، وإن لم تجزى حتى بالسنة، الإحسان دون مقابل. أحسن إلى الناس، الإحسان ده ليه صور كتير، ممكن الإحسان بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، محبتك للآخرين، كل ده عطاء وإحسان. خلاص، وإن لم تجزى حتى بالسنة، يعني أنا مش هتعامل مع الناس بطريقة كويسة وأبقى محبة للآخرين ومعطاء وكده، عشان أنا محتاج منهم حاجة في مقابل هيعود عليا من ده معايا. فإيه المفروض إن أنا لا أنتظر مقابل لإيه الإحسان، أنا بتجزى عند الله سبحانه وتعالى بهذا الإحسان. وإن لم تجزى حتى بالسنة، يبقى المفروض إن أنا أحسن إلى الناس دون مقابل. أي الجزاء الغيث يبغي إن هم. الغيث هنا مقصود بها هنا معناها المطر معايا. فبيقول أي الجزاء الغيث، المطر اللي احنا بنشوفه بينهمر من السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبينزل من السماء بغزارة، بيعطي الأرض خصوبة، وبيملى البحيرات الماء العذب. المطر خير، فهو فياض ومعطاء.
فهل المطر ده بعطائه محتاج ان هو جزاء ومقابل لهذا الإحسان او هذا العطاء؟ خلاص، فبيقول هنا عايز يقول اي الجزاء، يعني انت المفروض انت ما تنتظرش الانسان المعطاء دوت، ما ينتظرش الايه الجزاء او المقابل لعطائه لكثرة عطائه. فعشان كده شبهها بالغيث، لان الغيث بينهمر ويفيض بهذا العطاء والخير، فمقوم ودون مقابل دون انتظار اي جزاء. طب نشوف هنا لما احنا قلنا بعض من المعاني عندنا، نشوف برضو احنا لما نيجي نقول عايزة مظهر جمالي، دي بعض المعاني اللي ايه اللي هي اتقالت. وعندنا طبعا كلمة ظهر، احنا قلنا الزمن وليها جمعين اتنين عشان تبقى عارف ان الجموع ممكن تبقى للكلمة جمعين اتنين معايا، ودوت عشان لما يجي يقولك اي سؤال ظهر ظهور او اظهر او كلاهما صواب، فاحنا نبقى عارفين الايه الجمعين. وزي ما قلنا ارقام هنا نوع من اخبث الحيات، والعلقم الحنظل، الحنظل ده نوع من انواع النباتات مر المذاق. خلاص، والمراد طبعا الايه الحاسد والحاقد والعدو والكاره للايه للي قدام. طيب لما نيجي نقول كل بلسمن، احنا عندنا هنا قدامنا ده اسلوب ايه امر. اسلوب الامر هنا غرض النصح الارشاد، الشاعر بينصح الناس ان هم يكونوا دائما متفائلين ونبعد عن الايه عن الكراهية والتشاؤم. خلاص، فكن بلسما قلنا ده اسلوب امر غرض النصح والارشاد، والبلسم هو الدواء الشافي، فمعنى كده ان ده في تصوير. التصوير هنا ايه؟ تصوير للايه للانسان المتفائل بالدواء الشافي. ما الانسان قدامك كده يكون محبا ودايما بشوش ودايما متفائل ومبتسم، فهو بي ايه بيصفي ما بداخله، ويبعث وينشر البهجة على الآخرين، فهو كالدواء الشافي. وإن صار ظهرك أرقما، الأرقم احنا قلنا ان هو أخبث الحيات، فهنا في ايه في تصوير. تصوير، طب صور بإيه الظهر؟ إن صار ظهرك أرقما، في تصوير للظهر بالإيه، يعني الفترة ديت ان هو صورها بالايه بالحيات، بيقول لك من الاخبث الحيات معايا، مما يدل على قسوة الفترة الزمنية مثلا اللي هو بيعيشها، بتقابل له صعاب كتير ومشاكل، وبالرغم من ذلك بيكون ايه متفائل. طيب فاحنا قلنا هنا في تصوير كن بلسما، وهنا كمان ظهرك ارقما، صار ظهرك ارقما، فيها برضو تصوير. يبقى مهما كان تعبير جميل بقى، إن صار ظهرك أرقما هنا معايا، فتعبير جميل بيدل على إيه أو يوضح إيه؟ يوضح إن مهما قابل الإنسان أو شدة الأذى اللي بيقابله الإنسان في الحياة أو يتعرض له، فلا بد أن يكون إيه متفائلا ومحبا، خلاص، لنفسه ولغيره. وحلاوة إن صار غيرك علقمة، إحنا هنا برضو كلمة حلاوة اللي هي بمعنى التسامح، حلاوة وعلقم. حلاوة المعنى بتاعها كمعنى الشيء الحلو المذاق، المقصود بيها طبعا زي ما قلنا الايه التسامح وكده. وكلمة علقما الشيء المر، او احنا قلنا نوع من انواع الايه النبات اللي هو المر. فالاتنين هنا الكلمتين دولت حلاوة وعلقما فيهم بينهما تضاد، ده شيء الحلو المذاق وهنا مر، فبينهما تضاد، وتضاد طبعا احنا عارفين ان هو بيوضح ويظهر المعنى اكتر. وحلاوة صار ظهرك وصار، عندي صار ظهرك هنا وصار غيرك، بين الجملتين يعني شوف كن بلسما ان صار ظهرك ارقما وحلاوة ان صار غيرك علقما، فبينهم هنا في ايه في توافق صوتي في تأثير في تأثير كده يطرب الأذن، تأثير موسيقي. وده طبعا من سمات الشعر اللي هو بيكون موزون ومقفى ويمكن أن يتغنى به. طيب تمام كده، بعد كده برضو عندنا
الوزن بتاع الشعر والقافية بتاعته أرقما وعلقما بينهم برضو تناغم ايه موسيقي بيطرب الأذن. طيب، كن بلسما إن صار ظهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الشرطية هنا عندي إن صار ظهرك وإن صار غيرك، هنا اتكررت في البيت اللي في شطرين. يعني ليه؟ لأنه حتى ولو يعني الظروف كلها مليئة بالصعاب والمشاكل والحاقدين والحاسدين، برضو ايه لازم تكون متسامح ولازم تكون متفائل. بالنسبة للبيت التاني برضو بدأ بأسلوب أمر أحسن وإن لم تجز حتى بالسنة. احنا شرحناه وقلنا خلاص، لكن احنا عايزين مظهر جمالي هنا أحسن، ده أسلوب أمر برضو غرض النصح والإرشاد. خلاص، وإن لم تجز حتى بالسنة اسلوب امر، قلنا غرضه النصح والارشاد. وان لم تجز برضو، وان لم تجز حتى بالسنه برضو الايه الشرطيه هنا، حتى لو انت يعني ما لقيتش مقابل لهذا الثناء، برضو كن ايه كن دايما بشوشا ومتفائلا ومحبا للاخرين. اي الجزاء اي الجزاء الغيث هنا، اي هنا ده اداه استفهام، فالاسلوب هنا عندي اسلوب استفهام، اي الجزاء الغيث يبغي ان همه. الشاعر هل هنا يقصد باسلوب الاستفهام ان هو بيسال؟ لا، اسلوب الاستفهام هنا اللي هي في اي الجزاء غرض النفي، يعني عايز يقول لك هو المطر، اي مطر ده اللي بايه اللي هو بينهمر بالسيل على الناس والخير اللي هو بيخص بالارض وبيسقي البحيرات ويروي الأرض ويروي الزرع ويسقي الإنسان وكل دوت من عطائه ده، هو محتاج جزاء ومحتاج مقابل؟ مش محتاج. فهو هنا الأسلوب النفي هنا أسلوب الاستفهام غرضه النفي، إن هو بينفي عن إن المطر ده العطاء الفياض بخيره إن هو محتاج إيه مقابل لهذا العطاء. تمام كده، يبقى أي الجزاء الغيث يبغي إن همى. خلاص، فعندي هنا همى تناسب طبعا الغيث، لان الغيث ده مطر بيسيل وينهمر، فكلمة همى بمعنى ايه؟ بمعنى السيل او سال يعني فاض. خلاص، فكلمة همى اللي هو السال سال يبقى عكسها ايه؟ توقف. تمام، لكن هو من الغيث هنا لقى ان الغيث وهمى مناسبين جدا لبعض. الغيث دوت اللي هو الفياض السيل بتاعه اللي فيه خير معايا، فهمة سالة وعكسها ايه؟ وعكسها توقف. تمام كده، طبعا اي الجزاء الغيث يبغي ان همى، يبغي هنا يعني يريد. نشوف هنا جايب لك بنكمل بعض المعاني اللي هي احسن. زي ما احنا قلنا، قدم الإحسان للآخرين ولا تنتظر جزاء أو ثواب ومكافأة. طبعا الثناء والشكر، الثناء هنا بمعنى كلمة الشكر، كلمة الثناء والشكر الاتنين عكسهم جحود أو ذم، بس الجحود ايه أقوى معايا. الغيث المطر الايه الكثير، عندي هنا كلمة الغيث عندي غيوث وأغيات، لها جمعين اتنين غيوث وأغياث. واحنا قلنا همى سال أو سقط، على العكس بتاع همى توقف. تمام، طب احنا شرحنا البيتين مش محتاجين ان احنا نقراهم. الشعر بيقول ان لازم الانسان يكون خيرا، بيقدم الخير ويكون معطاء ومتفائل وبيحب الناس ودايما بشوش في اضيق الاوقات واصعبها، وبرضه هنا بيحس ان احنا ضرورة الاحسان دون مقابل. زي ما احنا شايفين هنا، زي ما احنا قلنا في اسلوب الامر في كون بلسمن، زي ما قلنا ايه النصح والارشاد، وبيصور الانسان بان هو كالدواء، الدواء الشافي اللي بيشفي الايه اللي بيشفي غيره بتفاؤله بابتسامته.
معايا؟ وطبعا دوت ليه اثر كبير قوي، اثر الانسان دوت المتفائل في تخفيف الام الناس. كن حلاوة برضو اسلوب امر النصح والارشاد، برضو بيصور الانسان المتسامح المحب للاخرين بالايه، بالحلاوة. معايا؟ وده بيبقى ليه اثر كبير جدا في اسعاد الناس بالابتسامة والكلمة الطيبة والتفاؤل والبشاشة. سارة هنا احنا عارفين ان سارة بفعل بيفيد التحول من حاجة لحاجة تانية. خلاص، يبقى ده يدل على عدم ثبوت حال الزمن، يعني من شيء لشيء بيحوله من حاجة لحاجة. صار ظهرك أرقاما، تصوير للظهر بثعبان أو حية زي ما قلنا. طبعا ده بيؤكد ايه، ان التفاؤل اللي بيدعو اليه الشاعر مهم جدا في حياة الانسان، بدل ما حياته تتحول لايه، زي الثعبان أو حية. ده شيء خطير جدا، الانسان اللي هو بيكون فيه كآبة كده وما مش متفائل ودايما شايف اللي قدامه مشاكل كبيرة، دي بيكبرها اكتر وانها مش هتتحل وملهاش حل. لا طبعا، واحنا زي ما قلنا برضو حلاوة ايه وعلقمان بينهم تضاد. البيت التاني اللي برضو بدأ بأسلوب أمر فيه، قلنا الكلام ده كله، وقلنا اللي هي وإن لم تجزى بالسنة استخدام إن اللي هي اللي عندنا ديت على تدل على الشك، يعني أي إيه، أي هناك القليل اللي هما بيقدموش الثناء مقابل المعروف. وإن لم تجزى حتى بالسنة، يعني إيه، يعني قليلين قوي اللي هما ما بيشكروش الإنسان على عطائه. أي الجزاء إحنا قلنا أسلوب استفهام غرضه النفي. خلاص، بيصور الغيظ بصورة إنسان عطاء بيعطي دون مقابل أو انتظار جزاء. واحنا قلنا ان كلمة الغيظ بتناسب جدا الايه، كثرة العطاء. الفكرة التانية بقى ايه، جاب نموذج تاني لنماذج العطاء زي الزهرة والطائر اللي هو البلبل، لهم ايه عطاء بلا حدود. يبقى اول فقرة قال، او الفكرة الاولانية كان بيتكلم على العطاء دون مقابل زي ايه، زي الايه الغيث، وقلنا دي تناسب قوي. بعد كده جاب ايه كلمة، او جاب الفقرة التانية، الفكرة التانية كانت ايه، الزهرة والبلبل لهم كرم وعطاء دون مقابل ايه كذلك. فبيقول ايه، من ذا يكافئ زهرة فواحة، او من يثيب البلبل المترنمة، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهما اكرما. الشاعر هنا بيثبت لنا نفس الفكرة الأولى، من ذا يكافئ زهرة فواحة، يعني مين اللي هيكافئ الزهرة اللي بتفوح رائحتها العطرة وتعطر المكان. ونبقى انت لما بتدخل مكان فيه في جنينة مثلا ومليانة بالزهور الجميلة في المنظر والعطرة الرائحة معايا، بيدي أثرها قوي في النفس، بتعمل حاجة إيجابية حلوة لذيذة في النفس معايا، فهي كده يبقى عطاء. فبيقول من ذا يكافئ زهرة فواحة، يعني مين اللي هيكافئ الزهرة الجميلة. خلاص، محدش بيكافئ الزهرة، يعني الزهرة دي بتعطي دون مقابل. فهو جاب ايه النموذج ده، من ذا يكافئ زهرة فواحة. فواحة يعني ايه فواحة، يعني بتنشر الايه، بتنشر الـ الرائحة العطرة بتاعتها على المكان كله. خلاص، طيب يبقى هنا من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنم. البلبل ده نوع من أنواع الطيور، صوته يعني صوت جميل رنان، حس إن هو بيغني كده وهو بي إيه بي بي بيصدر الصوت بتاعه معايا، فبيشجي الإنسان أو بيخليه يستمع إلى غناء وغناء جميل. فبيقول هنا إيه، كذلك البلبل زي بيمتعنا بالترنيمة بتاعته، أو المترنمة اللي هو بيتغنى بصوته كده معايا. هل هو هذا الجمال في الصوت اللي هو بيعطيه لنا ده، ده برضو بيكون في منتظر مقابل؟ لا. أو ما يثيب، يثيب يعني بيشكره، أو بيبقى بيقدم له الشكر أو على هذا العطاء الجميل منه. لا طبعا، يبقى هما هنا نموذجين عندي، الزهرة الفواحة اللي بتنشر رائحتها العطرة في المكان، والبلبل هذا الطائر الذي ايه
يعني يمتعنا بالتغريد الشجي والنغمة الجميلة. هو حد هو ده منتظر أو ده منتظر؟ لا، عد الكرام المحسنين وقسهم، يعني عد الكرام اللي هم بيعطوا دون مقابل وبيحسنوا للناس سواء بالكلمة الطيبة والبشاشة والتفاؤل وكل أنواع الإحسان. وبعدين قسهم بهما تجد هذين منهم أكرما. قسهم بمين بقى؟ قسهم بهما بالإيه؟ بالزهرة الفواحة والبلبل المطران. قس الناس دي بقى تجد هذين هنا عايدة على الزهرة الفواحة والبلبل المطران هنا. هذين منهم أكرما، يعني كأن الزهرة الفواحة دي اللي بتنشر العطر الجميل في المكان بنستمتع بيه، وكذلك الطائر ده اللي هو البلبل اللي صوته شجي بيتغنى بصوته كأنه بيغني وبيمتعنا بصوتها بهذا الصوت معايا، هما دولت ايه؟ نموذج للعطاء دون مقابل. فجاي يقولك عد كده الكرام المحسنين، احسبهم كده، وبعدين اعمل مقارنة بين الايه، بين الزهرة الفواحة والبلبل، وكمان الناس ايه اللي هم الكرام والمحسنين، هتلاقي دولت اكرم في العطاء، عندهم فائض في هذا العطاء دون مقابل. دون ايه؟ دون مقابل. يبقى الزهرة الفواحة لا تنتظر ثواب او لا تنتظر مقابل لهذا العطاء، وكذلك البلبل المتنمر. طيب نشوف كده، احنا قلنا كلمة فواحة هنا اللي هي ايه، منتشرة الايه، الرائحة العطرة الجميلة. يثيب يشكر. مترنما هنا اللي هو ايه، الصوت الشجي بيغني بصوت جميل. طيب من ذا هنا اسم إشارة، ذا هنا مقصود بيها ايه، من هذا او من الذي، مين اللي هيكافئ الزهرة دي؟ طبعا يكافئ، عارفين يجازي أو يجزي، وعكسها يعاقب. فواحة منتشرة الرائحة العطرة الجميلة، ويصيب قلناها قبل كده اللي هي يصيب يجزي أو يكافئ أو يشكر معايا، يصيب هنا يبقى عكسها يعاقب. وطبعا كلمة البلبل اللي هو اللي جمعها البلابل ده نوع طائر له صوت جميل، صوت شجي. والمترنم اللي هو الايه، اللي بيغني ويغرد بصوت شجي جميل يطرب الأذن. جاي بعكسها ايه، الباكي والنائح. النائح اللي بينوح، اللي هو بيحس ان هو بيبكي بصوت كده حزين من حزنه الشديد، فده عكس ايه، المترنم. زي ما قلنا عد الكرام المحسنين، عد يعني احصيهم، عدهم، احسبهم اللي هما بيقدموا اللي هما الكرم والجود دول. خلاص، كرام اللي هما اصحاب الكرم والجود، مفردها كريم، تمام، مفردها كريم. في حاجة اسمها جمع الجمع، فكريم ديت معنى كده ان لها جمع الكرام وكرماء. يبقى كلمة الكريم اللي هي المفرد دي لها جمعين، الكرام وكرماء، يعني ينفع الاتنين عندي، بس اللي عندي في النص اللي هي الكرام، عكس الكرام وكرماء وكريم عكسهم ايه، اللي هم البخلاء. خلاص، المحسنين زي ما احنا قلنا قبل كده اللي بيقدموا الاحسان والعطاء للايه، للاخرين دائما، وهو المفردها المحسن. طب عكسها ايه، المسيء او المسيئون. واعمل مقارنة بقى، قسهم، قدرهم كده عليهم، وقارن ايه بين الايه، الزهرة والبلبل وهؤلاء اللي هم ايه، الكرام. طبعا المقصود بهذين زي ما قلنا البلبل والايه والزهرة. هتجد هذين أكرم، أكرم أكثر كرما. خلاص، وبرضو عكسها أبخل. ما احنا قلنا شرح البيتين زي ما قلنا اهو، بيقول اللي مين اللي يقدر يقدم مكافأة للزهرة، خلاص، اللي هي بتقدم العطر الفواح بتاعها والرائحة المنتشرة في المكان، مما تسبب أثر إيجابي في نفس الايه، في نفس اللي بيشم هذه الرائحة العطرة. مين اللي هيقدم لها الايه، او هي مش منتظرة مكافأة. وكذلك برضو الطائر اللي هو البلبل لما بيغرد ويملأ الكون
شجن وتغريد وصوت جميل، مين اللي هي ايه مين اللي من اللي هيكافئه، او مين اللي هيقدم له؟ هو مش محتاج او مش منتظر ايه المقابل. فالبيت الرابع اللي هو بيقول عد الايه الكرام المحسنين، اذا حاولت ان تعد او تحسب او تحصي اصحاب الجود والكرم والاحسان، هتجد ايه الزهره الفواحه والبلبل المترمي اكثر كرما وجودا. ليه؟ ليه اكثر كرم وجودا؟ عشان ايه؟ عشان هما ما منتظروش مقابل او ثواب على هذا العطاء. لكن طبيعه الناس هتلاقي في ناس كتير كرام ومحسنين، وفي في جزء منهم او نسبه منهم منتظر المقابل معايا. لكن طبعا زي ما قلنا قبل كده، هتلاقي الغيث اللي هو المطر ما ينتظرش مقابل على عطاء، هتلاقي الزهرة الفواحة ما بتنتظرش مقابل على عطائها، هتلاقي البلبل المترنم المغرد دوت بيشجينا بصوت جميل برضو مش منتظر مقابل. لكن الناس هتلاقي حتى لو هم كرام محسنين، هتلاقي في منهم نسبة منتظرة ايه مقابل على الايه على احسانهم ده. البيت اللي هو الثالث، من ذا يكافئ زهرة، احنا قلنا ان من ذا يكافئ زهرة اسلوب، برضو اسلوب استفهام هنا زي اي الجزاء، اسلوب استفهام غرض النفي هنا برضو، من ذا يكافئ زهرة برضو ايه استفهام غرض النفي. خلاص يكافئ زهرة، المكافأة دي انت بتديها لانسان عاقل، تمام. فهنا هنا صور الزهرة بانسان كريم معطاء، خلاص، وبيديك كتير قوي وبكثير المعروف، وهو ايه لا ينتظر مقابل. فهنا تصوير جميل، صورة جميلة قوي صور بيها الايه الشاعر الجملة دي، تصوير للزهرة بإنسان، إنسان كريم معطاء، خلاص، يعطي بلا مقابل ولا ينتظر الجزاء. طب كلمة فواحة اللي هي بتنتشر برضو تعبير او تدل على كثرة ايه عبرها وانتشاره وعظم ايه الفائدة. من يصيب البلبل اسلوب استفهام، برضو استفهام ايه غرض النفي، يبقى اي الجزاء اسلوب استفهام غرض النفي. من زي يكافئ زهرة غرض استفهام غرض النفي، برضو من يصيب برضو استفهام غرض النفي، وبرضو صور البلبل بانسان ايه معطاء لا ينتظر ثواب على الايه المعروف اللي بي. طيب البيت اللي عندي اللي هو عد الكرام المحسنين وقصهم، عد هنا اسلوب ايه امر، اساليب الامر اللي موجودة في النص هنا للنصح والارشاد، تمام. قسم برضو امر النصح والارشاد. اكرمها ده اسم تفضيل، اسم تفضيل ده بيدل على ايه كثرة العطاء، كثرة الخير والعطاء اللي والجود اللي بتعطيه الزهرة والايه والبلبل المترنم الايه بلا مقابل او ايه دون انتظار الجزاء. نشوف بقى الفكرة التالتة. طب يا ترى بعد ما قلنا العطاء والإحسان واللي احنا قلنا ده كله ده، هل ده ليه أثر؟ التفاؤل والمحبة والعطاء ليها أثر في النفس، في المجتمع، في الفرد، في نفس الإنسان، خلاص، إن هو يقدر يعمل إيه لما يقدر يترك البغض والكراهية من قلبه، ليها أثر فعلا لما تلاقي قدامك الإنسان المحب العطاء ده، فطبيعي إن هو يجبرك إن إيه ان انت تشيل من جواك الحقد والحسد ايه ليه. طب نشوف كده الشاعر ايه قال ايه. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، اني وجدت الحب علما قيما، احبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. الشاعر هنا بيقول ايه يا صاح، يا صاح هنا يعني يقصد يعني بيقول الانسان قدامه كانه صاحبه، يعني يا صاحب خذ علم المحبه عنهما، عنهما هما مين؟ الزهره والبلبل، الزهره الفواحه والبلبل ايه اللي بيغني ويغرد بصوت جميل. اتعلم منهم، اتعلم منهم ايه المحبه في العطاء. انا بحب اللي قدامي ده، فانا احب اديله واعطيه اكتر معايا دون انتظار مقابل. يبقى انت اتعلم منهم. اني وجدت الحب علما قيما، يعني هنا كأن الحب ده علم له فائدة وعظيم الفائدة كمان.
لأنه بينشر المحبة في المجتمع والخير والتعاون والسلام والأمن والأمان معايا. وليه؟ لأن الناس بتطر خلاص، لما ننشر المحبة ديت بتترك البغضاء والكراهية والحسد والحقد من قلوب الناس، والمجتمع ده بيعيش في هدوء وسلام ومحبة وسكينة. وبيدعوه بيقول له أحبب، أسلوب أمر هنا برضو إيه، النصح والإرشاد. أحبب يعني املأ الكون محبة وانشرها بين الناس، فيغدو الكوخ قصرا نيرا. تخيل بقى الكوخ الصغير ده بعد ايه ما يكون بسيط كده بالمحبة اللي موجودة فيه، ملء المحبة اللي موجودة فيه، هيغدو يعني يتحول ويصبح من كوخ صغير الى قصر منيرا نيرا مضيئا بالمحبة. يبقى احبب اسلوب امر هنا النصح والارشاد، فيغدو هيتحول هذا الكوخ الصغير بالمحبة اللي مليانة فيه لقصرا نيرا. شوف بقى الاسلوب الجميل دوت اللي هو قصرا كمان، يعني انت قاعد في كوخ صغير كده بالمحبة بين افراده كأنه قصر منيرا مضيئا مشاعا بنور المحبة. وابغض طبعا دي مش نصح وارشاد، دي بقى ده 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 دي 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 استنكار خلاص، او تنفير من الكراهية دي. وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما، يعني انت لو كان مليء بالكراهية والعداوة والحقد وكده هيمسي، كأنك انت بقى خلاص الكون اللي انت هتبقى كون واسع كبير قدامك مفتوح، عالم كبير، كل الكون ده هيبقى ايه بالكره والبغضاء، هيبقى سجن مظلم، كأن انت قاعد في سجن مظلم. ليه؟ لان انت كل اللي حواليك انت بتكرههم، هم بيكرهوك لان انت انسان حاقد وحاسد وكده، لو انت قعدت مليت قلبك بالكراهية والبغضاء فكأنك انت عايش لوحدك في سجن ومظلم، لا بتحب حد ولا حد بيحبك، حياة صعبة جدا. لا تطلبن محبة من جاهل، يعني ما ايه انسان جاهل معنى المحبة، هتطلب منه ازاي ان هو ينشر المحبة، وتطلب منه ان هو يكون انسان محسن وعطاء وينشر التفاؤل بين الناس. فالإنسان اللي هو أحمق دوت مش فاهم معنى المحبة، إنسان بيأذي الآخرين وسيء الخلق اللي هو الجاهل ده لأنه مش عارف أصلا معنى المحبة معايا، هتطلب منه إزاي، تطلب منه إزاي إن هو يكون إنسان ينشر المحبة بين الناس إذا كان هو أصلا جاهل هنا؟ جهل هنا بمعنى إن هو إنسان أحمق، لا إيه، يؤذي الآخرين وسلوكه سيء خلاص. المرء ليس يحب حتى يفهم، المرء ليس يحب حتى يفهم هنا إيه، هو مش فاهم اصلا معنى المحبة، الانسان الحاقد داوت والانسان السيء الخلق ده معايا، مش فاهم، الاحمق ده مش فاهم معنى المحبة، ليس يحب يعني هو مش فاهم معنى المحبة وما بيحبش حتى يفهم معنى العطاء والمحبة والتفاؤل بين الناس. فانت ازاي هتطلب منه ايه ان هو ينشرها او المحبة دي، تمام؟ فاحنا قلنا هنا كلمة المرء هنا هو الانسان معناه، المعنى بتاعها لما تيجي تجمع ملهاش جمع من ايه، من لفظها يعني، من المرء نفسها، كلمة المرء معناها الانسان، بس لما تيجي نجمعها بنجمعها على الرجال، يبقى جمع المرء الرجال. طب معناها ايه؟ معناها الانسان، لا تجمع من ايه، مفيش جمع لها من لفظها، تمام كده. وطبعا لا تطلبن محبة، يعني انت مش هتقدر تطلب محبة من انسان احمق سيء الخلق، تمام كده. طيب ف نشوف كده، يا صاحي يا صاحبي اللي هي اول معنى عندي، اللي هو كأنه هو في اسلوب هنا نداء، شوفوا ايش بيقول، يا صاحي خذ علم المحبة، طبعا خذ هنا اسلوب اسلوب امر غرض النصح والارشاد، ويا صاحي يا صاحي يعني صاحي يا صاحبي، ده بتدل على المحبه، بيقول بي بي بيتكلم يا صاحبي، ده اسلوب نداء كده في محبه معايا.
والمضاد يعدم. علم المحبة المراد الطريقة اللي ايه اللي بيها بتحب وتعطي، يعني العلم نفسه بتاع المحبة، العطاء اي مختلفة من انسان لانسان بقى، في ان هو بيحب الانسان دوت، فازاي هيكون عنده العلم ده؟ العطاء ده هيكون هيتمثل في ايه؟ المحبة دي تتمثل في ايه؟ خلاص، يبقى يا صاحبي قلنا يا صاحي، يعني يا صاحبي خلاص دوت للتنبيه، يعني فيها محبة. ليه؟ لان انا لما نادي انسان بحبه هنقول اه يا صاحبي، مش هقول له، بقول انسان بكرهه كده مش هقول له يا صاحبي، يبقى فيها المحبة والتنبيه. خذ علم المحبة، اني وجدت الحب علما قيما. تمام، فهنا بيأكد، هنا بيقول لي اني وجدت، اني اسلوب توكيد بان. تمام، اني وجدت الحب، فكأنه هنا صور صور الحب بالعلم المفيد لصاحبه. يبقى صور وجدت الحب علما، صور الحب بالعلم قيما عظيما، هيعود علينا بالمحبة، هيعود علينا بالقيمة العظيمة. تمام، ففيها هنا تصوير وفيها وصف. وصف الايه؟ وصف العلم بأنه قيم، صح، علما قيما. يبقى هو هنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان العلم ده اللي هو علم المحبة ده علم عظيم جدا وقيم، وفيه علو للمنزلة، بيرفع من مجتمعات. وطبعا البغض ده بيهدم، اما المحبة بتبني. فعلم المحبة علم قيم، لانه بيبني شعوب، بيبني مجتمعات، مجتمع قوي، مجتمع متعاون، في زيادة في الانتاج، وفي كل شيء زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ايه نتعاون بالمحبة بيننا وبين بعض. في هنا دعوة بيقول ايه؟ احبب، برضو اسلوب ايه؟ اسلوب امر، برضو غرض النصح والارشاد. احبب فيغدو الكوخ قصرا ايه نيرا. طبعا دي معروفة، صور الكوخ بالايه؟ بالقصر. الكوخ الصغير ده صوره بالقصر في حالة وجود ايه؟ شرط، في حالة وجود الحب. يبقى مليء بالمحبة الكوخ ده، يبقى على طول ايه؟ هنحس بيه ان هو قصر منير مشع بنور المحبة. يبقى ده بيوحي بأهمية ايه؟ أهمية المحبة، الحب فين؟ أهمية الحب في حياة الإنسان، لازم، ده شيء ضروري ومهم جدا. خلاص، يبقى أحبب دي، يقول فياخدوا الكوخ قصر النيل، فياخدوا الكوخ قصر النيل علاقتها باللي قبلها ايه؟ دي نتيجة. يبقى ياخدوا الكوخ قصر نيرا، دي نتيجة لإيه؟ لما قبلها. طيب، وابغض فيمسي، شوف البيت ده، الشطر ده عكس ده. لما نيجي نقول الشطر ده احبب فياخد الكوخ قصرا نيرا، ايه علاقته بابغض فيمسي الكون سجنا مظلما؟ علاقته ايه؟ مقابله. مقابله يعني ايه؟ عكس. هنا دي جمله عكس جمله، يبقى دي ايه؟ مقابله، اسمها تقابل يعني بينهم. بدل ما اقول عكس، لو عكس هنقول كلمه عكس كلمه، لكن دي جمله ودي جمله، الجمله دي كلها عكس دي، يبقى اسمها ايه؟ مقابل، بينهما تقابل، مقابله. احبب اهي ابغض، خلاص، احبب فياخد الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. ابغض هنا برضو اسلوب ايه؟ اسلوب امر. طيب، لما يجي يقول لك ابغض اسلوب امر، يا ترى هو نصح الارشاد؟ لا طبعا، للتحذير، فيها تحذير وتنفير من الفعل ده، ابغض. فهيمسي الكون اللي قدامك ده الواسع ده كأنه ايه؟ كأنه سجن مظلم. يبقى هنا صور الكون الواسع بالسجن المظلم في حالة وجود الايه؟ الكراهية والبغضاء. يبقى برضو دي نتيجة، ايه علاقة ايه؟ يمسي الكون سجنا مظلما بما قبلها، دي نتيجة، نتيجة البغضاء والكراهية، الكون ده هيكون كأنه سجن، كأنه ايه؟ سجن. يبقى البيت ده عكس ده، يبقى نقولها ازاي؟ ما نقولش عكس بقى، نقول ايه؟ مقابل، مقابلة بينهم، مقابلة، لأن دي جملة عكس جملة. طب لو عايزة أطلع الإيه العكس، عندك كلمة مضاد كلمة، عندك نيرا وعندك إيه مظلمة، خلاص، وعندك يمسي وعندك ياخده، خلاص كده، كل الكلمات التضاد ديت بينهم إيه اللي هي اللي إحنا قلناها ديت بتقوي المعنى وتوضحه. بعد كده بيقول لا تطلبن،
لا تطلبا، لا زائد الفعل الايه المضارع اللي فيه صيغة الأمر والطلب، ده أسلوب نهي. لا اللي عندي ديت هنا وراها فعل مضارع، دي كلها على بعضها كده بتفيد ايه أسلوب، ده فيها أمر وطلب. احنا قلنا لا الناهية، لا الناهية مالها بتفيد ايه؟ لا الناهية ديت، لا الناهية لا بتدخل على الفعل المضارع خلاص، ليه؟ لطلب الامتناع عن فعل معين، بطلب منه حاجة يبقى دي لا ناهية. اما لا النافية، لا النافية ديت ما فيهاش صيغة امر وطلب، ممكن تدخل على الفعل المضارع معايا، يبقى اقول مثلا الطالب لا يذاكر، لا يذاكر دروسه، فهنا لا زائد الفعل المضارع بس ما فيهاش صيغة امر وطلب، يبقى دي لا نافية. لكن اللي عندي هنا لا نهي. طب النهي هنا فايدته ايه؟ النهي هنا ايه برضو؟ النصح والارشاد، بينصحه بيقول له انت مش هتقدر تطلب المحبة والعطاء ده من انسان احمق جاهل سيء الخلق، لانه مش فاهمه، مش عارف معنى المحبة دي ايه اصلا عشان يقدمها معايا. يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي غرض النصح والارشاد. لا تطلبن محبة من جاهل. جاهل هنا كلمة جاهل دي جات نكرة معايا، النكرة هنا طبعا للتحقير والتنفير معايا، لأن ده إنسان أحمق، جاهل هنا بمعنى أحمق وسيء الخلق. تمام. المرء ليس يحب حتى يفهم. بصوا هنا الشطر ده والشطر ده، الشطر المرء ليس يحب حتى يفهم، الشطر ده علاقته ايه باللي قبليه؟ تعليل. يعني بيقول لا تطلبن، ليه ما اطلبش محبة من جاهل؟ عشان ايه؟ ليه السبب؟ خلاص التعليل بقى ايه؟ لان المرء ده اللي هو الانسان الجاهل ده ليس يحب، ما يعرفش معنى الحب اصلا، وما بيحبش عشان يفهم ان هو يقدر يقدم المحبة دي ازاي، او علم المحبة ده يقدمه ازاي. خلاص يبقى علاقتها ايه؟ المرء ليس بيحب حتى يفهم، علاقتها تعليل بما ايه؟ بما قبله. طيب هنا بيقول لا تطلبن، لا تطلبن محبة من جاهل، يا ترى هي أفضل ولا لا تطلب محبة من جاهل؟ احنا هنا لا تطلبن، النون دي نون ايه؟ توكيد، يبقى هنا بيأكد خلاص. فهنا بيقول ايه؟ لأن الفعل اللي تطلبن ده في نون التوكيد ده أكد على ان انت ايه مش هينفع تطلب المحبة من جاهل. ما تقولوش لا تطلب محبة من جاهل، لا ده انت عايزها ايه؟ للتأكيد، بتأكد عليها اكتر، فرحت ايه حاطط نون التوكيد اللي هي لا تطلبن. يبقى لا تطلبن محبة من جاهل افضل وادق في المعنى من ان انا اقول لا تطلب محبة من جاهل. ليه؟ ليه؟ عشان هي ايه نون التوكيد اكدت لي الايه الفعل ده وقوت لي معنى الجملة بتاعتي. تمام. طب نشوف كده ايه، طبعا ايه ده لسه معاني الايه اللي احنا قلناها، قيما ذو قيمة، المضاد اللي هي شيء حقير يعني ليس ايه ليه اي قيمة. وبرضه هنا بيقول احبب، احبب دي دعوة للايه للحب، بيبادل الناس الحب بينهم وبين بعض، طبعا عكسها البغضاء. وعندنا في النص عندنا العكس، كلمة وعكسها، يغدو يصبح، عندنا برضو عكسها في نفس الايه البيت اللي هو يمسي. الكوخ ده البيت الصغير المبني من القش او العيدان القصب دي بتاعت زمان معايا، وجمعها اكواخ. نيرا مشرقا او مضيئا منيرا، وعكسها مظلم. ابغض امقت او اكره، امقت جاي من المقت اللي هو الكره والبغضاء برضو خلاص، وعكسها أحب. سجنا اللي هو السجن، المحبس، محبسا يعني قاعد في سجن، جمعها سجون. لا تطلبن يعني ما تنتظرش أو تتوقع الإيه المحبة دي من إنسان جاهل اللي هو أحمق سيء الخلق، إنسان الجاهل ده. وقلنا اتفقنا إن المرء معناها الإنسان، لكن جمعها تجمع على رجال، يفهم يدرك ويعرف، وعكسها يجهل. طيب هنا الشرح اللي احنا اتكلمنا فيه وقلناه اللي هو قال له اه يا صاحبي ليس من العيب ان الانسان يتعلم الحب من غيره، فالحب علم له قيمة عالية قيمة يجب ان يتعلمه الانسان.
تمام. طيب لو انا احببت هتتحول حياتي الى ايه؟ الى فرحة وسرور. خلاص هتحس بقى ان المكان الضيق اللي انت عايش فيه اللي هو مثلا الكوخ ده خلاص كأنه قصر مشع بالنور، بنور المحبة. خلاص اما اذا ايه ابغض، يقول لك ابغض فيمسي، اذا كرهت الاخرين عشت بالكراهية كده وكرهت الناس، هتلاقي ايه هتشوف كل الناس حواليك ايه، او هتشوف الكون الواسع الكبير ده كأنه سجن قدامك. تمام. طيب الكلمة بتاعت زي ما قلنا سجنا مظلما، سجنا هنا قال له ايه؟ سجن نكرة. السجن هنا نكرة لإيه؟ للتحقير. معايا؟ ووصف ان هو السجن ده بالمظلم، بيوحي يعني حاجة بأثر سيء للكراهية، يعني أثر الكراهية ده شيء صعب جدا على الإنسان ان هو يعيش بيه. طيب هنا البيت الخامس بيقول يا صاحبي، احنا قلنا ده اسلوب نداء. طيب حذفت منه ايه؟ اخر مناداة يسمى اللي هو حاجة الترخيم، اخر مناداة يا صاحبي حذفت ايه؟ اخر ده يسمى الترخيم، ويكون للتدليل والتسهيل والتخفيف. دايما الابيات الشعر بيبقى فيها بعض الكلم، بعض الحروف ممكن يشيلها الشعر وتبقى تؤدي نفس المعنى، بس عشان التخفيف ايه في نطق الابيات بتاعتي. وقلنا ان افعال الامر، افعال الامر عندي معظمها للنصح والارشاد، ما عدا فعل ايه ابغض ده للتحذير، ده اسلوب امر للتحذير. خلاص. وعلم المحبة برضو احنا اتفقنا ان خلاص صور المحبة بعلم له قيمة عالية، لازم الانسان يتعلمه عشان يعيش في حياته في منتهى السعادة، ينشر البهجة لنفسه وللاخرين كذلك. خلاص. واني اسلوب توكيد، اني اللي هي بالنون المشددة دي اسلوب توكيد، الفرق بينها وبين ان اللي هي النون الساكنة، النون الساكنة ان خلاص ان كذا يبقى دي للشك، لكن اني بتشديد النون للتوكيد، بيأكد على ايه؟ بيأكد ان ايه ان علم المحبة ده علم قيم ذو قيمة عالية. طبعا ده في تصوير لأهمية، او ده بيدل على أهمية الايه العلم المحبة. أسف. أي أحبب زي ما قلنا أسلوب أمر النصح والإرشاد. والكوخ قصر، بيصور الكوخ الصغير قصرا بإيه؟ إذا امتلأ بالمحبة. وده طبعا بيقول لك لما يجي يقول لك ما أثر المحبة في حياة الناس، معايا؟ بتنشر البهجة والسعادة، ويشعر كأن الذي المكان الضيق كالكوخ ده كأنه إيه قصرا مشعا منيرا بنور المحبة. وطبعا عندنا كلمات القصر والكوخ بينهم تضاد، وابغض برضو واحبب بينهما تضاد، واحنا قلنا ابغض اسلوب للايه نهي، الاسلوب امر للتحذير. الكون سجن ده بيدل على اثر الايه الكراهيه والبغضاء. لو انت بتكره هتلاقي نفسك كانك في الكون الواسع ده انسان ايه سجين محبوس في الظلمه اللي انت عايش نفسك فيها، ظلمه البغضاء والكراهيه، ده طبعا حاجه مرفوضه. معايا؟ السجن المظلم، لما تتخيل نفسك كده في سجن مظلم كده تحس بالضيق والألم، فسجن مظلما ده تعبير يدل على الضيق والألم. احنا قلنا قبل كده بعض الكلمات اللي عندي اللي هي ايه فيها بينهم تضاد لإظهار المعنى وتوضيحه أكتر للمستمع. نيرا مظلما، أحبب أبغض. خلاص. اي والأسلوب النهي اللي احنا قلناه، تمام، النصح والارشاد، وصوره بشيء مادي، لا تطلبن محبة. المحبة ده شيء معنوي، يعني المحبة دي بتطلب حاجة بطلبها باخدها بمسكها في ايدي، يبقى هو صورها، صور الايه المحبة بشيء مادي يطلب. معايا؟ جاهل اللي احنا قلنا عليه ايه احمق وسيء الخلق، ده تعبير بيدل على قلة العقل وعدم الفهم، انسان ايه احمق. الاحمق دوت اللي انت اللي نقعد نفهمه نفهمه مش عايز يفهم، هو مقتنع بالايه بالحماقه اللي عنده ديت، خلاص هو كده ما ينفعش طبعا، لان الانسان الاحمق ده ممكن يكون انسان جاهل، عارف يعرف يقرا ويكتب، دي حاجه ودي حاجه تانية، لكنه ايه احمق متمسك برايه اللي هو غلط، ومتمسك ايه متمسك بيه، غير ان هو كمان بيكون سيء الخلق، ده ما يفهمش معنى المحبه اصلا.
اي اللي هو المرء ما كنا مقصود بيه اللي هو الانسان الجاهل ده ليس يحب حتى يفهم، دليل على اهميه الفهم بالنسبه للايه للحب. الانسان يفهم معنى وهذا العلم القيم اللي هو علم المحبه عشان يقدر يوصله وينشره بين الناس. طب النص ده كله انا استفدت منه بايه؟ اي الانسان العاقل اللي بيقدر يفهم معايا وبيقدم، ما بينتظرش الشكر ولا الجزاء على هذا العطاء اللي هو ايه اداه. طب كل انسان بقى ان هو يكون ايه، ان هو يكون معطاء كثير العطاء، سواء في مش شرط العطاء يكون في حاجة مادية، لا في الكلمة الطيبة، في النشر المحبة، دي كل ده كله عطاء في كل الاحوال. خلاص، واحنا قلنا اثر الايه العطاء دوت على الناس ايه، كل الكائنات تعطي وليس الانسان وحده. احنا قلنا مثل الايه البلبل المترنم، الطائر ده اللي بيغرد ويشجينا بصوت شجي بيطرب الاذن، وكمان الزهره الفواحه اللي بتنشر عطرها بين الناس واحنا بنستمتع بهذا الايه بهذه الرائحه العطره. الحب قيمه جميله لابد ان يسود بين الناس. مهم، احنا قلنا اثر المحبه ايه، لما قلنا اثر المحبه بين الناس هي بتنشر السعاده، وكان الانسان اللي عايش في مكان ضيق وكوخ بان هو يملاه بالمحبه، كان ده هيتحول لقصر ايه منير يعيش فيه بمنتهى المحبه والسعاده ومش هيشعر باي ضيق فيه ابدا. اما اثر بقى الكراهيه عكسها خالص، كان الانسان عايش في مكان واسع كبير وبالكراهيه والبغضاء ايه كانه في سجن مظلم لا يشعر ايه بالوسع ده. الحب بسبب التفاؤل والسعادة، يبقى انا لما احب هشعر بالمحبة اللي مالية القلب ديت، هشعر بالتفاؤل دايما والسعادة، وبإنسان بشوش دايما مبتسم. الحب اثر عظيم فهو يملأ الدنيا بهجة وسرور، وبيأثر بيبقى ليه اثر على الفرد وليه اثر على المجتمع معايا وبين الناس، وان شاء الله كلنا كده نبقى ايه في محبة دايما وسلام، لان المحبة دايما بتنشر السلام، وبالتوفيق ان شاء الله.